تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقه، تم انجاز عدد من المشروعات التطويريه في مدينه كلباء باعتبارها واجهه حيويه وسياحيه. ما يزيد عن نصف مليار درهم إماراتي تكلفة مشاريع البنية التحتية والزراعية والطرق الداخلية بمدينة كلباء، والتي قام بالإشراف عليها المجلس البلدي للمدينة عبر مراحل ضمن استراتيجية وضعها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. هذه الأعمال التي ترونها هي من أجل تطوير البنية التحتية وإراحة المواطنين، ونشكر صاحب السمو على ما أسدى لنا من مشاريع، وإن شاء الله يعني تضفي الراحة والبهجة على أهل المدينة والمقيمين فيها. حدائق السدرة والسهيلة والشاطئ بمدينة كلباء تم تأهيلها بإضافة المماشي المطاطية، إلى جانب حدائق الساف والبراحة والمفرق تم إنشاؤها لتلبية احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية ورفدها بالملاعب المخصصة لكرة الطائرة وكرة القدم وتنسيقها حسب الطراز الحديث. وإلى المشاريع التي أولاها المجلس البلدي لمدينة كلباء اهتماما خاصا، مشروع الصرف الصحي وتخصيص محطة رئيسية متصلة بأنابيب الصرف والتي سوف يتم الانتهاء منها قريبا. عملنا مطبة انسيابية بشكل نظامي بشكل قانوني مع الإشارة الضوئية لعبور المشاه الآمن، هذه المطبة الأولى. المطبة الثانية حقيقة متواجدة أمام مدرسة الجميلة أبو حيرد، وهذه حقيقة يعني خدمت كثير من الطلاب وأولياء الأمور. كما وعمل المجلس على إنشاء إشارتي مرور ومطبات في شارع عمر بن العاص تسهم في التخفيف من الحوادث وتسهل حركة السير. قمنا برسم بعض المخططات اللي تواكب هذا الشارع بحكم أنه إحنا حاليا في مركز المدينة. عملنا تقريبا كانت في موجوده نخله واحده، عملنا نخلتين عشان بمعنى زياده الرقعه الموجوده وزياده الرقعه الخضراء في هذه المدينه. تصميم مشروع ادخال زراعات للنباتات والاشجار البيئيه في شارع خطم الملاحه، والحقيقه اللي يمتد الى اكثر من 2700 متر. تم اختيار عدد من النباتات اللي هي طبعا تتاقلم مع الظروف البيئية والمناخية للمنطقة. وامتدت المشاريع لتشمل عملية التشجير للجزر الوسطية في الشوارع وتجميلها كالشارع الممتد من منطقة خطم ملاحة الحدودي وحتى دوار العلم الواقع بين محمية القرم ومحمية الحفية، إذ تم فيها زراعة نباتات محلية تتحمل درجات الحرارة لا سيما في الصيف. يحرص المجلس البلدي على استكمال المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وزيادة الرقعة الخضراء تلبية لاحتياجات المواطنين وإبراز المدينة كوجهة سياحية. لأخبار الدار، هدى سالم من مدينة كلباء بإمارة الشارقة.